اهلا بحضراتكم من جديد. شفنا في الجوله اللي بين فيديوهات كل الزملاء في مختلف البرامج ازاي الموقف كان ما قبله وازاي اصبح ما بعد، وفي الحالتين اعتقد الدنيا واضحه جدا وهذه كانت القضيه الكاشفه الكاسفه. لكن وصلوا للعمليه انه الناس تبدا تستغرب ما يتعرض له الاهلي في بالذات غرفه الفار من قرارات غير عادله بالمره. سيبنا من العقوبات، لكن قرارات وصفارات الحكام خلت الكاتب الصحفي الاستاذ احمد موسى في صدى البلد يقول لك هو في ايه؟ هو ايه بالظبط؟ هل السؤال اللي طرحه احمد موسى في نهايه كلامه ده صحيح ولا لا؟ نشوفه. طبعا حضراتكم بتتابعوا اللي بيحصل مع النادي الاهلي، وانا في حاجات ما بحبش اتكلم فيها كتير، لكن لما بتشوف هدف صحيح بنسبة 100% ويجي يشوف الفار مرة واثنين و17 وانت مش محتاج فار، مش محتاجه ده بالعين المجردة، ولكن لما تعاني من هذا الأمر فعليك تقول هو ايه اللي بيحصل. طب الشناوي اتوقف 4 ماتشات، هل الحكم ادى انذار للشناوي؟ ده في ناس اتطردت وما خدتش 4 ماتشات. هو هل مطلوب الاهلي السنه دي ما ياخدش الدوري؟ انا بتكلم على العداله، العداله في الرياضه، في الكوره، في الدوري، في الكاس، في كل البطولات. ما طلبش استثناء للنادي الاهلي. هو مين اللي بيخلي فيه تعصب؟ عشان في ناس بتشوف انه في ظلم بيحصل، مش عايزين الظلم بالمناسبه على اي حد. ماذا فعل الشناوي؟ طب ليه ما وقفتوش لاخر الماتش، لاخر الموسم؟ وين رايح دماغنا؟ ما هو الشناوي الحارس الامين خلاص قعدوا، بلاش الشناوي السنه دي يا جماعه، يبقى من الاول كده يطلع قرار الشناوي ما يلعبش تاني، يقف لنهايه الموسم خلاص، يبقى احنا فهمنا الموضوع من اوله. واحنا عندنا كتير غير الشناوي، ده الاهلي، الاهلي بتاع الثلاثيه راح يلعب الاسبوع الجاي كاس العالم للانديه. فانت النهارده بتعاقب الاهلي على ايه؟ بتعاقب الشناوي على ايه؟ ايه اللي بيحصل في كره القدم؟ ايه اللي بيحصل في الدوري؟ ايه اللي بيتم؟ الاستاذ احمد موسى سال سؤال، هو مطلوب ان الاهلي ما ياخدش الدوري، وده بيقودني بقى الى ان اداره ما حدث في المباراه الماضيه بالشكل اللي تم الذي حدث انه خدونا بعيد في سكه عقوبات الشناوي علشان يغطوا على الهدف الصحيح ماء بالماء اللي كان محور اعتراف كل الخبراء اللي مالهمش وجهات نظر داخليه، لان احنا خلاص كده واضح ان لجنه الحكام عندها مشاكل بينها وبين بعضها والاهلي بيدفع الفاتوره.